أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس السابع من مجالس تفسير سورة التوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم بفضله أن ينفعنا بهذه السورة وبما فيها من العظات والدروس والأحكام والحكم. وهذه المجالس ضمن دورة الأترجة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعاً من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. يقول الله جل وعلا: ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين لأنهم كفار، وإذا كانوا كفاراً فإن الصلاة على الكافر والدعاء له لا يحلان ولا يجوزان. قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. والمقصود بالمنافق هنا من علم نفاقه، أما إذا خفي علينا نفاقه فإن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا إلا بأن نؤاخذ الناس ونحكم عليهم بظاهر أعمالهم. فمن ظهر لنا أنه مؤمن عاملناه بإيمانه، أو مسلم عاملناه بإسلامه، ومن ظهر لنا نفاقه عاملناه بنفاقه. وظهور النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو العلم بالمنافقين كان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد علم أعيانهم بوحي الله له بأسمائهم. قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. كلمة أبدا تأتي لتأكيد المستقبل، تأكيد النفي في المستقبل، وكلمة قط تأتي لتأكيد النفي في الماضي، تقول: ما رأيته قط ولن أسلم عليه أبدا، لن أسلم عليه في المستقبل، وما رأيته أي في الماضي قط. وكثير من الناس يجعل هذا مكان هذا، فيقول مثلا: ما رأيته أبدا ولن أسلم عليه قط، وهذا خطأ، لأن قط لتأكيد النفي في الماضي وأبدا لتأكيد النفي في المستقبل. قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا أي فيما تستقبل. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي رأس المنافقين، ولما أراد أن يصلي عليه قال له عمر: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك الله، أو كما قال، فقال: إن الله خيرني، فصلى عليه. ثم إن الله عز وجل أنزل عليه هذه الآية الصريحة في النهي عن الصلاة على المنافقين، ولذلك بعدها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد ممن يعلم نفاقهم قال لأصحابه: صلوا عليه، وهو لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. قال: ولا تقم على قبره، أيضا لا تقم بالدعاء على قبره، لا تشيعه، ولا تقم على قبره لتدعو الله له. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لما نهى الله عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم دل على أن من أعظم القربات الصلاة على المؤمنين وتشييعهم والقيام على قبورهم، والأحاديث في ذلك كثيرة
مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراط؟ قال: مثل جبل أحد أو مثل الجبل العظيم. قال: ولا تقم على قبره. لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله. ولاحظوا كيف مثل ما ذكرنا لكم في المجالس الماضية، القرن بين الله ورسوله في هذه السورة كثير جدا، للدلالة على أن الإيمان بالله لا يكفي، لا بد من الإيمان برسوله، ولبيان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك افتتحت هذه السورة والسورة التي قبلها بذكر هذا الاقتران، اقتران بين الله وبين رسوله. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. وفي سورة براءة يقول: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وذكرت لكم في أحد المجالس أن هذا الاقتران جاء كثيراً في هاتين السورتين، وذلك لأنهما سورة الولاء والبراء، وأنه لا ينفع إيمان ليس من بوابة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بد لولاية المؤمن أن يكون مواليا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومواليا للمؤمنين. قال: وماتوا وهم فاسقون، أي ماتوا وهم خارجون عن الطاعة، كافرون بالله، وهذا الفسق هو الفسق الأكبر. قال الله جل وعلا: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، يعني لا يأخذ بصرك هذا المال والأولاد الذي حظوا به والنعمة التي يرفولون بها، فإن هذا من مكر الله بهم، بل هي من عذاب الله المعجل عليهم، لأن الله يشقيهم بها، يشقيهم بجمعها، يشقيهم بحفظها، يشقيهم بزكاتها وطلب الإنفاق منها، لأنهم إذا أنفقوا منها فكأنما يعني تقطع عروقهم من أجسادهم لشدة حبهم للمال، وهم يطلب منهم أن ينفقوا ويتبرعوا ويتصدقوا، ويأتيهم المزكي والمصدق حتى يأخذ منهم الزكاة والصدقة. قال: فلا تعجبك أموالهم وأولادهم. طبعا ليس هذا خاصا بمنافقين، بل بأهل الدنيا جميعا، يعني لا ينبغي للمسلم أن يرفع طرفا بشيء من الدنيا فرحا واعتزازا بها. ما الدليل على ذلك؟ قال الله عز وجل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لا تمدن عينيك، يعني تتطلع إلى ما فيه هؤلاء الكفار من النعمة، وانظروا كيف سماها زهرة. لماذا سماها زهرة؟ لأن الزهرة أبدا تقطفها قليل تشمها ثم تبدأ بالذبول، أحيانا ما تكمل يوما واحدا. كذلك الدنيا لشدة يعني قصرها وقلة متاعها وضعف أثره شبهها الله بالزهرة. قال بعض العلماء: يحرم على الإنسان أن ينظر إلى شيء من الدنيا على وجه الإعجاب والاستحسان، وإنما إذا نظر إلى شيء من الدنيا هكذا فلا بأس، أما أن ينظر إليه على وجه الإعجاب فلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا من الدنيا فأعجبه قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. لماذا؟ يذكر نفسه بأنه لا يمكن مقارنة ما في هذه الدنيا من المتاع الزائل بما في الآخرة من المتاع الباقي، من النعيم الباقي. قال الله عز وجل: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها، أي بهذه الأموال وبهذه الأولاد في الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قلنا: لماذا قال تزهق أنفسهم؟ يعني يصيبها الموت وهي مقيمة على الكفر. لماذا؟ لأنهم يغترون بما عندهم من المال والأولاد، فيكون هذا من مكر الله بهم، فهم متعون بالدنيا
ويعطون منها فتدركهم المنية وهم باقون على كفرهم. ثم لاحظ كلمة الزهوق التي تدل على الشدة، فإن المنافق والكافر يعالجان من الموت شدة بخلاف المؤمن، فإن المؤمن تسل روحه كما تسل الشعرة من العجين، وأما المنافق فإن روحه تؤخذ كما تؤخذ الشوكة من الجلد أو من الصوف، إذا نزعتها فإنما تقطع معها شعرا وصوفا كثيرا. قال الله جل وعلا: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. الآن رجع إلى القضية الأولى التي بدأت بها السورة وبدأنا بها مجالسنا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وقال بعدها: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا. ذكر ذلك قبل في أول السورة ثم أعاده الآن وبين من هم الذين يستأذنون ومن هم الذين لا يستأذنون، من هم الذين يقدمون ويجاهدون ومن هم الذين يقعدون ويتخلفون. وهذا على طريقة القرآن، عندما يهتم بأمر ويريد أن يلفت الأنظار إليه لا يجعله في موطن واحد فقط، بل يعيد فيه ويبديه ويكرره على طريقة القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً، ماذا؟ مثاني. إيش معنى مثاني؟ يعني تثنى فيه الأخبار والأحكام والمواعظ مرة بعد أخرى وتكرر، لأن طبيعة نفسي ونفسك أنها لا تستجيب وتقبل وتستقيم على دعوة من مرة واحدة، بل تحتاج إلى أن يعاد لها ويبدأ ويكرر لها الشيء مرة بعد أخرى. فانتبه لهذا مع نفسك، وانتبه لهذا مع من تربيهم. إذا كان عندك طلاب أو أبناء لا تقول: أنا قلت لهم قبل سنة والله قايل لهم هذا الكلام. لا، يحتاج أن تقول لهم اليوم وغدا وبعد أسبوع وبعد شهر وبعد سنة، وعند كل مناسبة وفي كل حادث يتكرر تعيد نفس الكلام حتى تصل المعلومة إلى تلك النفوس. وهنا فرق يا إخواني بين انتباه العقل واستقباله وبين انتباه النفس وقبولها. العقل يستقبل المعلومة بسهولة كمعلومة ويفقهها ويعلمها ويخزنها، لكن يبقى قبول النفس. النفس لا تقبل بسهولة ولا تستجيب بسرعة، ولذلك لما ذكر الله تزكيتها أكده بأحد عشر قسما لم يقسم في القرآن على شيء مثل ما أقسم عليه، فقالوا: الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، أحد عشر قسما. إيش بعدها؟ فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. تزكية هذه النفس تحتاج إلى شدة وإلى قوة وإلى دربة وإلى تمرين وإلى علاج شديد، ولذلك يأتي دائما فعل التزكي بهذه الطريقة: زكاها قد أفلح من تزكى، الذي يدل على التعمل والافتعال والبناء مرة بعد أخرى. فانتبهوا لهذا يا إخواني. قال الله جل وعلا: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، ماذا يفعلون؟ استأذنك أولو الطول منهم. جاء أولو الطول، أولو الغنى والقدرة والميسرة، يستأذنون ويعتذرون. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. إذا ذهب الخوف اعدل فإنك لم تعدل، هكذا يقول لرسول الله. وإذا جاء الخوف ما تستطيع تسمع لهم صوتا ولا تسمع لهم ركزا من شدة ما يصيبهم من الرعب، لأنهم يرون الموت أماثلا أمام أعينهم. قال: استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين.
دعنا مع القاعدين، يعني يرضون بهذا الوصف الدني ما دام يحقق لهم الحياة، مثل اليهود الذين قال الله فيهم ولتجدنهم أحرص الناس على، ما قال الحياة وإنما قال حياة، يعني أي حياة، المهم أنا أعيش، والله لو أعيش أكرمكم الله في مجال الصرف الصحي ما عندي مشكلة، المهم أبقى حيا. ذليل، مهان، غير مكرم، تؤخذ زوجتي، يعتدى على عرضي، يذهب مالي، يسلب وطني، المهم أن أبقى وأنا أعيش. أرضى بأي وصف ما دام ذلك سيحقق لي العيش بأي صورة. هذا هو حال المنافقين وحال إخوانهم من اليهود. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا، يقوله الله عز وجل على سبيل التعجب منهم، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. من هم الخوالف؟ أكثر المفسرين على أنهن النساء، يعني رضوا أن يكونوا مع النساء اللواتي يسمين خوالف لأنهن يخلفن الرجال في البيوت. وقيل الخوالف هم أدنياء الناس وسفلتهم، ولا يضير أن يكون المعنى هذا أو هذا، لأنه على كلا الحالتين فيه تعيير لهم وتعجيب من حالهم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لو كانوا يفقهون لما رضوا بهذا الدون لأنفسهم، ولعلموا أن الجهاد لا يمكن أن يقرب منهم الموت. هل تتوقعون ذلك يا إخواني؟ هل يمكن يأتيك الموت لأنك مجاهد؟ لا. أو يأتيك الموت لأنك قاعد؟ لا، الموت له أجل عند الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه لم يكونوا أبدا يتأخرون عن طاعة الله وطاعة رسوله وبذل المهج والأنفس والأموال لله جل جلاله. شوف، يقارن ليبين لك الفرق بين الصنفين. فمن تريد أن تكون مثله؟ مثل أولئك الذين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، أو مثل هؤلاء القوم الشرفاء العظماء الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات؟ وأطلق قالوا الخيرات، أي خيرات؟ الشرف من الخيرات، الغنيمة من الخيرات، النصر والغلبة، شفاء الغيظ والصدر وذهاب الغيظ من الخيرات، الإمارة من الخيرات. أصحاب رسول الله بدأوا مع رسول الله فقراء، أكثر من 400 كانوا يعيشون في الصفة، فما مات أكثرهم إلا وهو أمير ومعزز وماله لا يحصى. من أين لهم ذلك؟ هذا من وعد الله لهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، الذين ظفروا بالمطالب العالية في الدنيا والآخرة. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذه الجنات قد أعدت لهؤلاء الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ذلك الفوز العظيم. ثم ذكر الله عز وجل أصنافا من الأعراب، صنفين، الصنف الأول جاءوا يعتذرون، والصنف الثاني قعدوا فلم يعتذروا. فقال وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. إذن هذان صنفان، الصنف الأول المعذرون، من هم المعذرون؟ قال بعض العلماء المعذرون أي ذو الأعذار، الذين عندهم أعذار، قل يا رسول الله أهلنا في البادية ليس عندهم أحد، أغنامنا وإبلنا نخاف عليها الضيعة، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من رفقه ورحمته يعذرون. وجاء المعذرون، ومما يدل على هذا المعنى قراءة ابن عباس وجاء المعذرون، معذرون من أعذر، أي إذا بالغ في
عذر، بالغ في العذر، يقال أعذر من أنذر، أعذر أي بالغ في العذر من أنذر. قال ابن كثير: وهذا هو الراجح، أن المعذرين هم أناس لهم عذر جاءوا إلى رسول الله فبلغوا رسول الله بأعذارهم بأشد ما يعتذر به، فعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويدل لذلك ويؤكده أن الله قابلهم بالذين كذبوا، فقال: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، يعني أولئك الكاذبين أو أولئك الكاذبون لم يأتوا، أما هؤلاء جاءوا إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله، نحن من حالنا ومن شأننا كيت وكيت. منهم أناس مثلا جاءوا وقالوا: يا رسول الله، إن لنا عدوا من العرب، وإن نخشى إن خرجنا أن يغدوا على نسائنا وأموالنا فيقتلوهم، فنرجو أن تعذرنا. وآخرون من أولئك الأعراب ما جاءوا ولا أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقاموا لأمره شيئا. قال: وقاعد الذين كذبوا الله ورسوله. القول الثاني: وجاء المعذرون. قالوا: المعذرون مأخوذ من المعذر وهو المقصر، يقال عذر فلان، والتعذير هو التقصير أي قصر، أي جاء المعذرون أي المقصرون الذين يتحججون بالأعذار ولا عذر لهم. فالأعراب صاروا صنفين: صنف جاءوا يعتذرون بأدنى الأعذار، يقولون: نخشى ونخشى ولنا أعداء، والحقيقة أنهم إنما يعني ما أرادوا الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصنف آخر من الأعراب لم يأتوا ولم يجاهدوا. والحقيقة أن الآية تحتمل هذا وهذا، وإذا نظرنا إلى الآية التي بعدها قد نرجح هذا القول الثاني، وهي قوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، بمعنى أن المعذور هو الضعيف والمريض ومن لا يجد نفقة، أما أولئك من المعذرين والكاذبين فلا عذر لهم عند الله وسيصيبهم عذاب عليم. الآن يذكر الأعراب، هو بعد ما ذكر المنافقين جاء الآن لذكر الأعراب، لأنه وسيأتي ذلك أيضا، سيأتي بعد قليل أيضا تفصيل آخر في الأعراب وأشد كفرا. ثم قال: ومن الأعراب منافقون، إيش؟ ومن أهل المدينة أيضا منافقون، أيضا مردوا على النفاق أي استمرعوه. فهو يذكر أن النفاق ليس في أهل المدينة ولا في الحاضرة، بل هو أيضا موجود في البادية، فذكر مواقف أولئك ومواقف هؤلاء، هذا هو المقصود، وأن هؤلاء ليسوا معذورين وهؤلاء أيضا ليسوا معذورين في التخلف عن رسول الله وترك الجهاد معه. قال الله عز وجل: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم بين الله عز وجل من هو المعذور في ترك الجهاد، فذكر ثلاثة أصناف. الصنف الأول قال: ليس على الضعفاء، الضعيف هو الذي ضعفه ملازم له، كالشيخ الكبير، المرأة، الطفل، الأعمى، الإنعم، كل من كان ضعفه ملازم، المعاق هذا ضعفه لازم دائم يسمى ضعيف. الصنف الثاني: ولا على المرضى. من هم المرضى؟ الذين ضعفهم طارئ وليس دائم، إنسان لما أمر بالجهاد كان كثيرا أو كان مريضا فهذا معذور لما به من العذر. ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، يعني ليس على هؤلاء الضعفاء حرج ولا على المرضى حرج ولا على الذين لا يجدون نفقة حتى يقاتلوا معك ويجدون شيئا يحملهم للجهاد معك يا رسول الله،
ليس عليهم جميعا حرج. إذن ثلاثة أصناف معذورون في ترك الجهاد أو النفرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سواهم فلا عذر لهم. طيب، وهل هؤلاء معذورون بإطلاق؟ في الآية قيد لا ينتبه له كثير من الناس. قال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. ماذا يا إخواني؟ إذا نصحوا لله ورسوله. قال العلماء: هذه في حق كل من قام به عذر، لا يعذر عند الله حقيقة إلا إذا نصح لله ورسوله. فإن قيل كيف ينصح لله ورسوله؟ قيل ينصح لله ورسوله بأن يعلم الله في قلبه أنه لولا هذا العذر لكان من المجاهدين، ولكان من الصائمين، ولكان من المصلين مع الجماعة. بعض الناس يقول أشغل أني مسخن ولا مريض عشان ما أصوم بهالصيف، أصوم إذا جاء الشتاء. يقول لا، ترك لست معذورا عند الله، لست معذورا لأنك ما نصحت لله. المفروض أنه لما جاء رمضان وأنت غير قادر على الصيام لمرضك أنك تحزن، بل تبكي ندما وتقول كيف يأتي رمضان يصوم الناس وأنا غير صائم. هنا تكون معذورا، لأن قلبك يحترق، يريد أن يطيع، يريد أن يمتثل، يريد أن يستجيب. وهي قاعدة عامة ليست لأجل الجهاد وحده، بل في كل الأعمال. قال: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. بشرط النصح أن يعلم الله من قلوبهم الصدق في أنه لولا هذا العذر لقاموا بالجهاد. قال الله عز وجل: ما على المحسنين من سبيل. المحسن ليس عليه من سبيل. من هو المحسن؟ المحسن هو الذي يؤدي ما اؤتمن عليه من عمل بصدق وإخلاص. ولذلك حتى لو كان معذورا فإن الله عز وجل يعذره ولا يحاسبه ولا يؤاخذه. ما على المحسنين من سبيل، ليس لنا عليهم طريق فنعاقبهم أو نعذبهم. وانظروا كيف اشترط الإحسان، يعني أنك لن تجعل سبيلا لعقوبتك ما دمت محسنا. والإحسان هو أن تكون صادقا في إيمانك، صادقا في يعني محبتك للتقرب إلى ربك سبحانه وتعالى. قال: والله غفور رحيم، أي قد غفر ورحم هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله بسبب هذه الأعذار التي قامت بهم. ثم ضرب مثالا لأناس نصحوا لله ورسوله، فقال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وهم يحمدون الله. قالوا الحمد لله أن فقرنا وسلمنا من الجهاد وسلمنا من المشاكل والخروج في هذه الصحراء وفي هذه القفار البعيدة ولهذا العدو الغاشم. لا، تولوا وأعينهم تفيض. لاحظوا تفيض يا إخواني، ما قال تقطر، تفيض. يبكي الواحد منهم كأنه قد فقد شيئا محبوبا له، تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. جاءهم الحزن، سبحان الله، يتمنى أنه لو كان فقيرا عمره كله إلا في هذا الموطن، حزنا ألا يجد ما ينفقون. وهذه يقال أنها نزلت في النعمان بن مقرن وإخوانه، جاءوا إلى رسول الله يقول: يا رسول الله احملنا، نحن ما عندنا لا سلاح ولا ظهر نركبه حتى نرافقك في الجهاد. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أجد ظهرا أحملكم عليه، فماذا أصنع؟ فهل ذهبوا وقالوا الحمد لله، كما يقولون في المثل: جت منك يا جامع، لما ذهب للصلاة وجد الجامع مغلق قال يعني تركنا صلاة الجماعة لأن الجامع مغلق، الحمد لله نجت من الجامع ما هي منا. لا، وإنما تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. إنما السبيل، يعني إنما الطريق في العقوبة والملامة والعتاب على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. هؤلاء لنا عليهم سبيل في عقوبتهم
وفي فضحهم وفي جزائهم العاجل والآجل. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا بأن يكونوا مع النساء قاعدين في البيوت كما تقعد النساء المعذورات، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. في الأولى قال طبع على قلوبهم، وهنا قال طبع الله على قلوبهم. قال العلماء في الأولى أسند الطبع إليهم بحكم الطبيعة التي هم فيها، طبع على قلوبهم، وهنا لما اختاروا اختيارا ترك الجهاد في سبيل الله وهم أغنياء قادرون وتلكؤوا من ذات أنفسهم، جعل الله جزاءهم الطبع من عنده جزاء وفاقا، فقال وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. فهذا طبع غير الطبع الأول، طبع آخر بسبب كسبهم وعملهم. ثم قال الله عز وجل يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. انظر الآن جاءت الأعذار، إذا جاء ميدان الاعتذار والكلام واللسن وقسمة الأموال فهم أساتذة، وإذا جاء ميدان السنان والسيف والطعان فهم أشد الناس خوفا وأعظم الناس لواذا. قال يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، يخبر الله عنهم أنكم إذا رجعتم إليهم سيعتذرون، سيقولون كان ودنا نذهب وكنا حريصين لكن مع كل أسف وكما تعلم ولا يخفى عليك، ويبدأون بهذه الأعذار والكلمات التي يظنون أنها تروج على رسول الله وأنها تنطلي على الله، والله سبحانه وتعالى يعلم خفايا نفوسهم ويعلم ما وقع في قلوبهم ويعلم أحوالهم وأنهم كانوا كاذبين. قال يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل صارحهم يا محمد ووضح لهم الحقيقة، لا تعتذروا لا تعتذروا، لن نؤمن لكم يعني لن نصدقكم، قد نبأنا الله من أخباركم، أخبرنا حقيقة أمركم وبين لنا ماذا كنتم تريدون وماذا وقع في قلوبكم، وسيرى الله عملكم ورسوله، سيظهر الله عملكم حتى يراه الناس جميعا ويرى ماثلا أمام الخلق، لأن هذا الذي تعتذرون به سيبين أنه كذب، المواطن القادمة ستبين أنه ليس صحيحا، يعني مهما اعتذرت لن يقبل وسيفضحك الله عز وجل بخبيئة نفسك. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، ستردون إلى الله فيخبركم بما كنتم تعملون وما كنتم تظهرونه. ولاحظوا كيف قال قل لا تعتذروا، العذر يقبل ممن أخطأ ولم يصر على الخطأ، أما من أخطأ وأصر على الخطأ وجاء يعتذر وأن تعلم أنه مصر على خطأه لم يقلع عنه، قبول العذر يعتبر يا إخواني سفاهة وليس من الحكمة في شيء، ما تقبل من هذا عذر. واحد مقيم على الذنب مثلا، افترض تقول يا أخي لا تدخن في المسجد، فهو أخذ الزجار قال أنا آسف معليش اعذرني يا أخي، استمر يدخن، يقبل عذره هذا؟ هذا ما يقبل عذره، يعاقب. لكن واحد قال أستغفر الله آسف والله أنا آسف أخطأت، ثم رمى السيجارة ودهس عليها برجله وأخذ البكت الذي في جيبه ووضعه في القمامة، نقبل العذر لما نقبل؟ نقبل العذر ونكل أمره إلى الله عز وجل. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. وانظروا يا إخواني المواجهة بالذنب مطلوبة أحيانا، عندما ترى إنسانا متلونا ينبغي عليك أن تواجهه بذنبه، أولا ليعلم أن الذين أمامه ليسوا ممن ينخدع، كما قال عمر لست بالخبأ ولا الخبأ يخدعني، ما أتيح له فرصة أن يخدعني، وإن كنت أنا لست مخادعا ولا أحب أن أخدع أحدا، لكني لا أتيح فرصة لهذا الظالم الباغي المستهتر أن يظن أن خدعه ويعني خبيئته تنطلي عليه، ولذلك نواجههم بذنوبهم ونفضحهم ونكشف أستارهم ولا نقبل أعذارهم. قال الله عز وجل
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. إذا انقلبتم ورجعتم إلى المدينة بعد هذه الغزوة سيحلفون بالله لكم، على عادتهم في الحلف كما بينا، وذكر في هذه السورة قرابة 7 مواطن فيها حلف المنافقين، لأن الحلف من ديدنهم وعادتهم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم حتى لا توقعوا بهم العقوبة، ولشدة هوانهم على الله وعلى رسوله ولتدخر لهم العقوبة في الآخرة قال فأعرضوا عنهم لا تبالوا بهم ولا تلتفتوا إليهم حتى يشعروا بحقارة أنفسهم. أعرضوا عنهم لا تستمعوا إليهم ولا تلتفتوا إليهم، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، هم يريدون فقط مرضاتكم أنتم، ولا يلتفتون إلى مرضات الله عز وجل، ولا يرقبون الله عز وجل لا في سر ولا في علانية، لأنهم لا يقدرون الله حق قدره. فإن ترضوا عنهم، إن رضيتم أنتم عنهم فاعلموا أن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الله عز وجل لا يمكن أن يرضى عن هؤلاء القوم الذين تمردوا وخرجوا على طاعته وأبوا أن يستجيبوا لأمره جل جلاله. وانظروا كيف أنه لم يقل فإن الله لا يرضى عنهم، قال فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، أولا ليبين أنهم فاسقون، وثانيا ليبين أن كل من فسق فإن الله لا يرضى عنه، وهذا ما يسمى عند البلاغيين وضع الظاهر موضع المضمر، وهو مفيد جدا لهذه الحكم البلاغية. وأيضا فيها الدلالة على أن من أقلع عن الفسق رضي الله عنه، فمن أقلع عن الفسق وترك هذا التمرد على طاعة الله عز وجل فإن الله عز وجل لا يحول بينه وبين رضاه، مما يدل على أن رضاه مبذول لكل من أقبل عليه، حتى ولو كان أشد المنافقين نفاقا إذا تاب تاب الله عليه، مثل ما قال الله في سورة البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، إيش معنى فتنوا في هذه الآية؟ أحرقوا، فتنوا بمعنى أحرقوا، خدوا أخاديد وأضرموا فيها النار ثم ألقوا فيها أهل الإيمان جميعا فلم يستبقوا منهم أحدا. يقول إن هؤلاء الذين أحرقوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، شوفوا كرم الله عز وجل، يعني إذا بقوا فلم يتوبوا لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هل تجدون أوسع من هذا في الرحمة وفي طلب العفو وفي فتح باب التوبة؟ لا والله لن نجد. فنسأل الله أن يتوب علينا وأن يمن علينا بتوبة نصوح قبل أن نلقى الله سبحانه وتعالى تمحو عنا كل ذنب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.